غابت الجهات المسؤولة وحضرت الفرق والجمعيات الخاصة بالأعمال الخيرية والخدمية، حيث قام فريق شراكة مرزوق بجولة تفقدية على بعض مدارس البلدية للوقوف على ما تحتاجه هذه المؤسسة التعليمية. في هذا الجولة التي قمنا بها في المدارس اللي هي تحتوي على مدارس بلدية مرزوق، احنا بقينا نتابعوا في الاعمال التي تم اللي هو الاتفاق عليها في صيانه اللي هو دورات المياه في المدارس. طبعا على هذه الدوره او هذه الجوله اللي قمنا بها على اساس التاكيد على ان الاعمال تمت على اكمل وجه. الجولة شملت مدارس مناطق جيزا وإدليم وحج حجيل للوقوف على آخر مستجدات مشروع صيانة دورات المياه في المؤسسة التعليمية. مجهودات كبيرة من قبل فريق شراكة مرزوق للنهوض بالمؤسسة التعليمية وإقامة المحاضرات التوعوية بعد عمليات الصيانة للمدارس.